هاي، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل الميك اب لوك دوت مع بعض بمنتجات دراج ستور. في حاجات كتير هنجربها مع بعض لاول مره. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا مع بعض. هثبت حواجبي بجل ان واي اكس. الاول هوزعه كده على تحت يا بنات، وبعدين على فوق، وبعدين هسرحهم بالسبولي بتاعتي واثبتهم كويس، وبعد كده اشوف الفراغات واملاها. بعد ما عملت حواجبي بالجل يا بنات، هحط عليهم لوس باودر بس تكون شفافة علشان تثبتهم، وفي نفس الوقت ما تبقاش فيها احساس الستاكي دوت، واقدر ارسمها بسهولة سواء بجل او بقلم حواجب. الباف باودر دي يا بنات بتاعت شي ان، هي حلوة قوي، والحلو فيها ان هي الكيرف بتاعها كده صغير، اقدر ادخل بيه في الاماكن الضيقة ويوصل بسهولة بالشكل ده كده يا بنات. هاخد شوية وانفضهم كده على ايدي، حاجة بسيطة قوي كده، وبعدين حملة بقى الفراغات. هرسم حواجبي بقلم الحواجب من مايت سينما. يعني الحقيقة يا بنات، هو كل الحاجات ديت انا بجربها معاكم لأول مرة، هنشوف هو حلو ولا لا. يا بنات، ناحية بتبقى شكلها كده علشان يترسم بيها شعرة شعرة، والناحية التانية ايلاينر. يلا نجربه مع بعض. هنبتدي نملى الفراغات كده. يعني هو الحمد لله انا ما عنديش حاجات كتيرة، وإلا هقلب على بولها. لا حلو قوي يا بنات، حلو وسهل الاستخدام. وبعد كده يا بنات هنضف حوالين الحواجب علشان اللوك يبقى مظبوط شارب بالشكل ده كده يا بنات. كونسيلر حوالين الحواجب، وده شكل الحواجب بعد ما خلصناها. بعد كده هنجيب فلاب براش ونحط كونسيلر على الجفن كله علشان نبتدي نرسم العين. يعني انا بحب استخدم الكونسيلر بدل البرايمر بتاع الشادو. لرسمة عيني انا هستخدم الباليت دي من LA Girl. الباليت دي يا بنات انا لسه جايباها جديد، ولسه يعني هجربها معاكم وهشوفها، بس بصراحة هي الوانها خطيرة. بصوا يا بنات الالوان، هي مش مات، هي كلها شامري، بس اللونين دول بس هما اللي مات. ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هبتدي الاول هاخد اللون دوت كلون انتقالي من الباليت دي بتاعت اماندا. الباليت دي يا بنات مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه، والكواليتي بتاعها حلو جدا على سعرها. يعني انا ما اعرفش دلوقتي بصراحه سعرها كام، لان انا كنت جايباها من مده، بس حقيقي هي حلوه جدا والوانها حلوه جدا. هبتدي باللون ده كده يا بنات، اخده واحطه على اول وعلى اخر العين. واو، انا ما كنتش متخيله بصراحه ان هي بيجمنت قوي كده. لا خطيرة يا بنات، حلوة قوي، حلوة قوي، وعليها عرض حلو قوي كمان. حبيتها.
وبعد كده هاخد اللون ده يا بنات واحطه على الاطراف، اغمق بيه شوية كده. هاخد اللون دوت لتحت الحاجب وهحاول ادمج بقى كده يا بنات كله مع بعض عشان ما يبقاش فيه لاين كده هو باين يعني. بعد كده يا بنات بالكنسيلر هحدد كده الحتة اللي انا عايزة احط فيها الشادو الشيمر، مش مات عشان يبان. وبعد كده هاخد اللون دوت بس بصباعي علشان الشيمر يبان. وبعد كده فرشة الدمك هندمج كده الطرفين مع بعض. خلصت الشادو وهستخدم ايلاينر مايت سينما الشكل ده كده يا بنات. القلم ده سنه رفيع جدا اهو، هنجرب مع بعض. يعني انا اصلا جايباه عشان مدمع العين. بصوا رفيع قوي، حلو قوي يا بنات. بس حاسه ان سواده مش احسن حاجه. لا هو حلو بس ان انا ارسم بيه مدمع العين، لكن سواده خفيف. هستخدم ايلاينر اماندا ده سواده فاحم. بصوا يا بنات الفرق رهيب، طبعا فرق كبير ما بينه وما بين بتاع مايت سينما. نبتدي بقى في ميك اب الوش. هستخدم النهارده فونديشن بوبا. الفونديشن ده يا بنات انا جبته ب 104 جنيه بس، على فكرة هو اصلي بس مون عاملة اوفر علشان هو مدة صلاحيته لغاية 7/2023. انا لسه بفتحه اهو معاكم واول مرة هجربه، يا رب الشيت بس يكون مظبوط. ده شكله يا بنات اهو، ويلا نجربه مع بعض. تظبط. بعدين نبتدي ندمج، مش محتاج فيكس ولا اي حاجه. الدرجه بتاعته حلوه قوي، يا نهار ابيض ده فول كفرج يا بنات. وزعته بالفرشه وبعدين هطبطب بقى اخد الزيادات بالبيوتي بلندر، لان انا كنتش متخيله ان المفروض اخد كميه صغيره عن كده بكتير. هنكنسل الهالات بقى يا بنات وهنستخدم كوريكتور. الحقيقه انا ما عنديش حاجه غير ماك. حاجه بقى مهمه يا بنات، علشان انا بشوف بنات كتير جدا بتعملها، بيحطوا الكوريكتور في كل الحته دي، هو بيتحط على المكان اللي فيه هالات بس، يعني هنا وهنا وهنا كده يا بنات. وطبعا لو عندنا اي مكان تاني غامق هنحط عليه، وكمية بسيطة علشان لما ندمجه وشنا يبان طبيعي. هنسيبه بس كده دقيقتين وبعد كده بالبيوتي بلندر هندمجه بالشكل ده كده يا بنات، وبعدين نحط عليه الكنسيلر. برضو الكونسيلر يا بنات مش بنحط في كل حتة كده، لا احنا بنحط نقطة هنا ونقطة هنا وهنا وهنا والاماكن اللي احنا عايزين
ننور بيها بس كده. هستخدم كونتور شي جلام وهستخدم ليكويد بلاش برضو شي جلام، مش هحط اكتر من كده. هستخدم فيكس بلاس مايت سينما، هي رش خفيفه كده بس علشان الدمج يبقى سهل. اول حاجه هدمجها الكونسيلر. ليه بقى يا بنات انا ببتدي بميك اب العيون؟ علشان يبقى سهل عليا ان انا اعمله شارب زي ما انتوا شايفين كده اهوت، في نفس الوقت لو الشادو هيبقى فيه فول اوت يبقى سهل ان انا انضف من غير ما ابوظ ميك اب الوش زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ايلاينر مش مظبوط، شادو مش مظبوط، فول اوت، الدنيا تتظبط. وبعد كده هدمج بقى باقي الوش. كونتور المناخير انا بحب ادمجه بصوابعي وبعد كده بالفرشة. هستخدم ليكويد هايلايتر من شي جلام، حاجة بسيطة كده لان هو بيجمنتد جدا. للباودر كونتور هستخدم الباليت بتاعت بوبا دي، بصوا انا لسه هفتحها معاكم اهو، دي برضو كانت العبود بتاعت نون، شكلها حلو قوي يا بنات. ده شكلها، فيها هايلايتر ودرجة تنوير وكونتور غامق وواحد يعني برونزر. طيب احنا ناخد الكونتور. بس هي يعني بينزل منها فول اوت كتير بس على سعرها طبعا تحفة. هستخدم باودر بلاش من سيبال ونحطه، يعني نسيب صباعين كده هو تسيبانين بعد المناخير وبعدين نحط البلاش ونرفعه كده على فوق. هتأكد ان مفيش خطوط تحت العين علشان اثبت باللوس باودر. اخد شوية كده واطبطب كده على ايدي عشان انزل الزيادات وبحاجة بسيطة جدا اثبت، مش هنحتاج اكتر من كده يا بنت. وبعدين هاخد درجة التنوير واظبط بيها كده اللوك بتاعي بالشكل ده كده يا بنات، واثبت باقي الوش. لما اجي انفض بقى الزيادات يا بنات ما اقعدش اعمل كده، لا هو على اتجاه واحد بس. بالشكل ده. بعد كده هنرش الفيكس بلاس علشان خاطر ما يبقاش شكل الميك اب كيكي. وقبل ما الفيكس بلاس ينشف خالص هنحط الهايلايتر. انا هستخدم برضو الهايلايتر من الباليت بتاعت بوبا، والله حلو يا بنات، حلو بس يعني مش قوي جدا.
بصوا ده، وهنا هستخدم ويت ان وايلد طبعا فلوريسنت. بصوا فرق ده من ده، لا خطير، ويت ان وايلد خطير، بوبا يعني اضعف منه شويه. بعدين هحط لايتر ويت ان وايلد، مفيش منافس لي في الحاجات الدراج ستور بصراحة. نبتدي بقى نخلص ميك اب العين. اول حاجة هنعملها هنحط الكوت كده من الماسكرا فوق علشان خاطر نركب رموش، يعني احنا مش عايزين نحط حاجة تقيلة، احنا بس عايزين نحط كوت كده هوت يعني خفيفة علشان خاطر نعرف نركب عليها الرموش بتاعتنا. هركب الرموش اوف كاميرا وارجع لكم تاني يا بنات. ركبت الرموش وبعد كده هحط كحل نود من ريمال باللاين بتاع سكاندال، ومن فوق من جوه هستخدم كحل اسود، وبعدين بفرشة رفيعة قوي هناخد اللون البني ونرسم من تحت كده يا بنات خط بسيط عشان نبين رسمة العين، وبعدين بفرشة رفيعة قوي هنحط هايلايتر عند مدمع العين بالشكل ده كده. هنبتدي بقى نحط الروج يا بنات. اول حاجة هعملها ان انا هحط هايلايتر هنا كده وهنا كده وهدمجه، وبعدين البلاينر غامق هنرسم فوق خط شفايف، يعني حاجة بسيطة قوي من هنا النص كده، ومن تحت برضو هنطلع حاجة بسيطة، لكن من الجنبين هنمشي على شفايفنا بالظبط. وبعدين هستخدم روش أماندا الخشب درجة 18 وهحط فوقها تشاو درجة 13، ومن جوه بس كده هحط حاجة بسيطة من أي لون أحمر عندك، وبأنجل براش والكنسيلر هنظبط الشفايف بالشكل ده كده. وبكده نكون خلصنا اللوك بتاعنا النهاردة يا بنات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.